السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دفتر احوال. غايبين عنكم بقالنا كتير، انما رجعنا لكم بناء على طلب الجماهير. ناس كتير واسئله كتير ما ردناش عليها الفتره اللي فاتت. الاول عايز اقول للمصري والمصريين كلهم مسلمين واقباط، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر ولادها حامينها وجيشنا فوق راسنا، كل سنه واحنا ملمومين حوالين بعض في وسط دولة ومؤسساتها بتحميها. مش عايز اطول على المشاهدين واسمع منهم الاستفسارات بتاعتهم والاسئلة وكل الشكاوي بتاعتهم، انما عايز اقول لكم ان احنا في دفتر احوال جاهزين ومستعدين للرد على كل الطلبات وكل الاسئلة والشكاوي والاستشارات القانونية. صفحتنا موجودة على الفيسبوك، هي دفتر احوال، كمان ارقام تليفوناتنا موجوده على الشاشه دايما، الارقام ما بنشيلهاش. اي حد عنده استفسار على الهوا احنا جاهزين للرد وللمساعده، مش بس للرد. حابب ارحب في بدايه لقائي بصديقي وزميلي الفاضل المستشار ماجد صلاح عبد السلام، المحامي بالنقد والاداريه العليا. برحب بيك. يا اهلا وسهلا بيك. كل سنه وسيادتك طيب. انت طيب يا فندم، والساده المشاهدين بكل خير وصحه وسلامه ان شاء الله رب العالمين. عندنا مواضيع كتير، ويمكن يعني ده اللي عايز اقوله لكم من ورا الكواليس، ان احنا اتكلمنا في وسط اسئله كتير جات لنا على الصفحه من بعض المتابعين في جزئيه مهمه قوي وجزئيه شائكه، هي يمكن جديده على الاذن المصريه في القانون، وهي حق في الميراث. ناس كتير قوي اسئله جايالنا، انا حقي اتاكل في الميراث، انا مش عارف اوصل لحقي. وغالبا يمكن معظم الـ الاسئله والشكاوي دي جايه من سيدات، نساء كتير مش عارفين يوصلوا لحقوقهم. طب ازاي؟ طب ابونا ساب لنا بيت، واخواتي الرجاله واخدين حقنا، مش عارفين نعمل ايه. كلام كتير قوي واسئله كتير قوي. رجعنا للمستشار ماجد وقلنا له الموضوع ده ايه وحله ايه والناس دي تاخد حقوقها ازاي. كلمنا في مفاجآت هو هيقولها لنا بنفسه دلوقتي. هنسأله ومستعدين كلنا نسمع إجاباته والمفاجآت بتاعته. كمان كل المشاهدين إذا حد عنده استفسار يكلمنا دلوقتي مباشرة، وإحنا موجودين لتلقي الأسئلة. استشار ماجد، إيه المفاجآت اللي هتقولها لنا، والحقوق إزاي ترجع في الميراث؟ مش عارفين، موضوع كبير قوي. تمام. هو طبعا الجديد في الموضوع ده ان المشرع استحدث نص ماده تكون عقوبتها الحبس في حاله حرمان احد الورثه من نصيبه الشرعي، وهو عمل ده يعني عشان خاطر يتغلب على عاده ربما تكون سائده عندنا هنا في المجتمع المصري، خاصه في المجتمع الريفي، ان المراه ما بيبقاش ليها نصيب شرعي في الميراث، او ان هي لما بتتجوز حقوق يعني حقوق والدها بيروح لجوزها ومش عارف ومعتقدات كده. فالمشرع عشان يتغلب على هذا الموضوع وعشان يفصل بعض المشاكل الكتيره شرع عقوبه معينه باضافه نص ماده عقابيه في قانون المواريث بتنص على الحبس 6 شهور او غرامه 20,000 الى 100,000 او احداهاتين عقوبتين كل من امتنع عن تسليم احد الورثه نصيبه الشرعي او حاجه بسند يؤكد نصيبه في التركه، او حاجه بسند هو طلبه منه للمطالبه به امام القضاء بمستحقاته الشرعيه. فالنص الماده هنا تضمنت 3 انواع من الجرائم اللي بمقتضاها يقدر المجني عليه انه يلجا فيها للقضاء الجنائي. طيب ازاي ابتدي اجراءات دي؟ لان في ناس كتير قوي، طب ابتدي منين؟ طب اعمل ايه؟ طب اروح للمحكمه الجنح دي ازاي؟ طب اعمل محضر؟ انا اعمل ايه؟ مش عارف. هو غالبا النيابه العامه يعني والقانون ده لما تم تشريعه شرع في سنه 2017، يعني هو حديث العهد او مستحدث لسه، ولن يتم رفض ثمه وجود دعاوى حركت من قبل النيابه العامه دعوى عاديه او من قبل النيابه مباشره. يعني ايه؟ برضه احنا مش فاهمين. يعني كلام مشاهد عادي. الدعاوى عندنا طبعا بتتحرك اما عن طريق المجني عليه بطريق الادعاء المباشر اللي هي الجنحه المباشره، واما عن طريق النيابه ببلاغ يقدم الى النيابه العامه.
فغالبا جميع البلاغات اللي بيتم تقديمها للنيابه العامه بيتم اثبات الحاله فيها والحفظ. يعني عايز يعني نوصل بس للمشاهدين ولكل الناس اللي بتسمعها، اما اوصل المجني عليه اللي هو اللي حقه متاخد، خليني برضو حتى اقلل اللفظ بتاع القانوني للمصطلحات شويه، الشخص اللي مضحوك عليه او اللي اتنصب عليه تمام يقدر اما يروح القسم او يطلع على النيابه. هو لو راح القسم بياخد اثبات حال وحفظ المحضر. هو لازم بيعمل البلاغ وبعد كده بيلجا لتحريك الدعوه عن طريق الادعاء المباشر من خلال المحامي. خليني اقف معاك عند الجزئيه دي وارجع اكمل، بس خليني اخد اتصال. مساء الخير استاذه اميره. مساء النور. مساء النور يا فندم. استاذه اميره. الو الو. ايوه يا فندم. ممكن لو سمحت نسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عايزه نسال في موضوع الذهب كده، انا اختي متجوزه ويعني وطي التلفزيون أطلع. عندك واسمعينا من التليفون لان الصوت بيأخر بسبب التلفزيون عندك. تمام. ودي في الشقه خدت دهب منها وجالها نبيعه. الكلام مش واضح شويه، معلش 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 ساعدينا شويه، الكلام مش واضح شويه. الدهب بتاعها سلفها جالها نبيعه ما طلعش بيعه، فهي دلوقتي حابه تستفسر يعني كود يعني مش قانوني ان هي يعني الدهب ما اتباعش وحابه تسترجعه تاني. مش مستوعب انا شويه السؤال، يمكن بتتكلم على الدهب يعني الدهب يعني مطالبه بيه إيه؟ يعني انت السؤال حضرتك بس يعني ده دهب في القايمه ولا معايا؟ تقريبا الخط قطع. حاولي ترجعي لنا تاني يا استاذه اميره ونسمع حضرتك واحنا موجودين. ارجع اكمل مع سيادتك. اتفضل. اما قلنا عن طريق النيابه وقلنا المحضر في الاسم بيتحفظ وبيضطر المجني عليه انه يلجا للنيابه. تمام كده. بيلجا للنيابه عن طريق شكوى ولا عن طريق ايه بالظبط؟ لا هو ما بيلجاش للنيابه، هو طالما تقدم باسم الشرطه يبقى كده لجا للنيابه، لان البلاغ بعد كده بيتحول للنيابه العامه. تمام. ولكن هو لو خد اثبات حاله وحفظ من قبل النيابه فبيضطر المجني عليه انه يقوم بتحريك الدعوه الجنائيه عن طريق جنحه مباشره. تمام. لكن النهارده مشتملات الجنحه دي ايه عشان خاطر تبقى مقبوله قدام المحكمه وترفع على مين؟ يعني المفروض كمان ترفع على مين؟ تمام. طب النهارده المجني عليه ده اللي هو احد الورثه لازم لازم يتصف بصفه انه احد الورثه. فالنهارده لو جه واحد، دي نقطه مهمه جدا. لو جه واحد باع نصيبه الشقه في التركه لاخر وجي الاخر ده راح رافع الجنحه دي بمطالبه بيه، لا الجنحه هنا تعد غير مقبوله لانه انحصر عنه صفه الوارث. خلاص خرج باع لراسه. لازم يكون وارث. وما باعش وما تصرفش في الورث بتاعه. ومتصف بالصفه دي وبناء عليه لحق ضرر نتيجه وجود او وقوع احدى الجرائم الوارده على سبيل الحصر في الماده 49، فهنا بيلجا لحاجه اسمها الادعاء المباشر والمطالبه امام القضاء بمستحقاته المدنيه، والقضاء بيوقع حق الدوله على المتهم. طب يثبت ده ازاي بقى؟ لازم الاول يوجه انذار على ايد محضر للورثه او للاشخاص. طبعا اجراءات رفع الدعوه بقى. اكيد. ليه بقى؟ عشان يثبت للمحكمه ان هذا الطرف متقاعص عن اعطائه حقوقه الشرعيه فيما يتعلق او الموجوده في قلب التركه، فضلا عن محضر اثبات الحاله اللي هو موجود، واذا كان مدعم بشهاده شهود فده بيشد من اثر الدعوه امام القاضي. القاضي بعد كده بقى بيشوف بقى يعني مدى قوه الادله ومدى اقتناعه بها، وبناء عليه هو بيفصل في الدعوه. تمام. تمام. خليني اقول واوصل معاك لمرحله التقاضي. النهارده احنا قدام محكمه، وخليني اقول مثلا يعني جدلا من وسط الحالات اللي جات لنا كتير اللي لسه هناقش سيادتك فيها. تمام. انه مثلا اسره فيها 20 وريث. طبعا. فرد منهم اللي رفع هو الوحيد اللي حقه منهوب. تمام. وسط الورثه كل الورثه من حقهم ان هم يحضروا ولا يكفي عنهم وريث واحد؟ لا هو بيختار الشخص اللي هو متعمد حجب الميراث عنه بغرض منعه او حرمانه من الميراث،
يعني النهارده مثلا انا احنا مجموعه ورثه، ولكن المستندات دي مع اخونا الكبير. تمام. واخويا الكبير ده متعمد في ان هو يحجب عنا اخفاء المستندات، او يحجبها عنا عشان ما نضغطش ان احنا نطالب بحقوقنا. فهنا توجه الجنحه المباشره على هذا الاخ فقط دون غيره من بقيه الورثه، باعتبار ان هو اللي بيحوز هذه المستندات وفي حيازته. ما في صفات، في شروط معينه لابد ان هي تتوافر في المتهم. يعني اذا كنت انا بطالب بمستند معين، لابد ان يكون المستند ده في حيازته وتحت سيطرته، وان هو متعمد اعطائي هذا السند بغرض حرماني من الميراث. حلو قوي. عايز ارجع لك لسؤال مهم قوي، بس خليني اخد اتصال الاول من الاستاذه ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم. انا لينا قضيه ميراث من وانا بنت، انا حاليا جده. قضيه الميراث دي اخذنا فلوسنا من البنك، لكن الاراضي لحد دلوقتي ما اخدناهاش. يعني ابي الله يرحمه مات، واخواتي الكبار ماتوا، بس وما خدناش كلنا حقنا في الارض. بس معايا رقم القضيه، ينفع اطالب بحقي دلوقتي؟ الاول في اسئله هتسالها للشرعيه. لا، هي الارض دي تحت يعني حد من الورثه دون الاخرين، ولا تحت جميع؟ يعني حد من اخواتك او من الورثه هو اللي حاطط ايديه عليها ومش عايز يدي؟ إيه؟ لا، مش حد من اخواتي. لا، مش المتوفي ابن عم ابي. تمام. وجوز بنت، يعني جوز بنت اخته، هو اللي حاطط ايده عليها. تمام. المتوفي ملهوش ولاد، جوز بنت اخته هو اللي حاطط ايده عليها. انتوا ورثه شرعيين، ذو الارحام. انتوا ورثه شرعيين عادي، يعني ليكوا حقوق في الارض دي. ايوه، واتحكم لنا في المحكمه واخدنا الفلوس من البنك. تمام. لان طبعا ملهوش سيطره على البنك، لكن الارض مانع ان احنا ناخدها. ولو وكل ما حد يموت يقولوا تحجز للتنصيب، تحجز للتنصيب. تاخد ايه؟ هي بتتكلم ان مستحقاتها البنكيه اتصرفت باعلان الوراثه على اساس ان دي تركه محدده. محدده الانصاب. اما فيما يتعلق بالارض دي على شيوه، هي في بتتكلم في نزاع مدني. انا بتكلم في نزاع. انا عايزك تتابعيني. اولا الوفاه دي من امتى تقريبا؟ طب انا اعمل ايه؟ الوفاه دي من امتى؟ انا معايا رقم القضيه. الوفاه دي كانت تمت امتى؟ ده وانا بنت، ده من 30 سنه. جميل، خليكي معانا وتابعينا، هتتفاجئي المفروض تعملي ايه. هو هي ممكن تلجا للقاضي الجنائي في المطالبه بمستحقاتها الشرعيه المحجوبه عنها عن طريق تعمد. ولكن في نقطه هنا هي غايه في الاهميه يا ابراهيم بيه، ويمكن المشرع ما انتبهش ليها قوي. هي ان المشرع عندما نص على العقوبه واصدر هذا القانون، اصدره في سنه 2017. النهارده المفروض ان انا لما اجي ارتكب هذا الفعل، لازم عشان اعاقب به لازم ارتكبه في ظل سريان هذا القانون. اما الافعال التي تمت قبل وجود هذا القانون، المفترض ان القانون لا يسري باثر رجعي على اللي فات. دي نقطه مهمه جدا. يعني معناها ان احنا بنقول هنا للاستاذ ريهام انه هو انا كراجل محامي، انا ممكن ادفع بعدم انطباق النص الماده ده على الواقعه الاجراميه، تاسيسا على ان القانون لاحق للواقعه. طب ما انا ممكن اقول حاجه تانية. اقول ان انا النهارده ما كنتش بطالب في ال 30 سنه اللي فاتوا دول بحقوقي، والنهارده في ظل وجود القانون انا بطالب بحقوقي. يبقى احنا كده بنتكلم بقى اذا على نوع الجريمه بقى، اذا كانت جريمه مستمره او جريمه وقتيه. بالظبط كده. اذا كانت جريمه مستمره، فانا لابد ان انا اخلق الاجراء القانوني اللي بيؤكد ارتكاب الجريمه من وقت المطالبه بها. لان انا النهارده مثلا عملت انذار على ايد محضر، وانا قلت يا جماعه انا عايزه مستحقاتي او عايزه المستندات اللي هي تحت ايديك دلوقتي تديها لي. فانت امتنعت متعمد بغرض حاليا في الوقت ده، بغرض حرماني من الميراث. في نقطة معينة لازم يكون بغرض حرماني من الميراث. اما اذا كنا الاصل في القانون. اما اذا كنا بصدد نزاع قضائي قدام المحكمة للاختلاف في توزيع الأنصبة او الأنصبة الوراثية ما بين الورثة وبعضهم، فهنا بينتفي القصد الجنائي او الركن المعنوي للجريمه، اللي هو ان انا نيتي اتجهت الى حرمان المجني عليه من انه ياخد نصيبه الشرعي، فبالتالي ياخد هنا براءه.
اما لو انا اثبتت للمحكمه ان في سم وجود تعند الغرض منه حجبي او حرماني من الميراث يعاقب يعني ردا على الاستاذه ريهام المتصله انه من حقها رفع جنحه، يعني تاخدي حكم حبس على الشخص اللي حاطط ايده على الارض او المستندات او المستندات او انك بس مجرد انه ممنعك في انك تاخدي المستندات بتاعه ملكيه الارض وحقك في الميراث فيها، ده كفيل انه يحبسه في ظل القانون الجديد اللي انشئ سنه 2017. ايوه فهمت. خليني اخد سريانه في سنه 2017. سريانه في 2017. اخد اتصال من استاذ محمد. مساء الخير. تقريبا الخط قطع. سوء الاحوال الجويه المصريين ساعه. خليني اقول لك حاله مثلا النهارده، ويمكن ده اللي كنت قبل الاتصال بتاع استاذ ريهام اللي كنت عايز اقوله لك. النهارده انت اتكلمت في حاله انه شخص منع عن باقي اخواته. تمام. في حالات كتير قوي قد يحدث انه الاخوات مثلا هنفترض ان هم 10 اخوات، تلاقي 6-7 منهم متفقين على واحد او اتنين. فالنهارده الاتفاق ما بقاش ضد شخص، بقى مجموعه ضد مجموعه. تمام. هل القانون يسري برضه هنا في الحالات دي؟ يتم اغتصابهم كلهم، لان هنا بيطبق عليهم قاعده الاشتراك والاتفاق ما بين المتهمين وبعضهم البعض، فبالتالي بيعاملوا كلهم في مركز قانوني واحد. يعني النهارده انا حرضت اخويا او اتفقت معاه على حجب مستند معين من اخ ليا ثالث. تمام. اضرارا بيه ومنعه من انه ياخد حقه في الميراث. فاصبحت الجريمه هنا واقعه من الايه؟ الاخين. بالظبط. فضلا على انه مش شرط ان يكون المرفوع عليه الدعوه هو احد الورثه، ممكن يكون واصي، والي، ممكن يكون الغير. ازاي؟ يعني انا مثلا متعين مثلا واصي على بنت صغيره. تمام. فانا خدت المستندات خليتها معايا، وبعد كده حجبت عنها المستندات دي لما هي بلغت سن 21 او سن الرشد، اصبحت ان انا ملياس صفه شرعيه، ولكن هل ده يحجب او يحجب عنها احقيه تحريك الجنحه المباشره ضدي؟ لا طبعا لا. في الحاله دي ممكن ترفع عليا الجنحه المباشره. الصفة الوارث ساعتها اسمه حرمان من الميراث برضه؟ اسمها التوصيف القانوني ليها هو الامتناع او بقصد الحرمان من الميراث او حجب سند يؤكد نصيب الوارث في التركه او يؤكد نصيب المورث نفسه في الايه؟ في قلب التركه. ده كلام جميل. يعني اذا بتختلف الحالات ومش مهم عندنا، يمكن حتى ده كلام لكل المشاهدين، مش لازم يكونوا ورثه واختلافهم ما بينهم وما بين بعض. يعني قد يكون الغير يا فندم، الغير ده واصي او في الحالات، يعني القانون نص على حالات معينه؟ لا، هو القانون لما جه اقر الماده العقوبيه حدد 3 حالات. الحاله الاولانيه ان انا امنع الوارث من نصيبه الشرعي، وده بيكون لو كنا معانا مثلا حكم صحه بتاع دعوه فرز وتجنيب، يعني في حكم قسم التركه ما بيننا وانا امتنعت عن تنفيذ الحكم ده، او في عقد اسمه قائم ما بين الورثه وانا امتنعت عن اعطائه نصيبه الشرعي، فدي جريمه يعاقب عليها القانون. او ان في مستند يؤكد مورثي ان هو مالك حاجه معينه وانا حجبت المستند ده عشان الوارث ما يعرفش، فده برضو يحقق نوع من الجريمه. الحاجه الثالثه. اخد اتصال الاول لان انا يهمني جدا المتصلين والناس المتجاوبه معايا في اسئلتهم. اخد الاستاذه سناء. مساء الخير. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايز اسأل سؤال كده عن الورث. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. من فضلك، ابو انا متطلقة من ابو الولاد من 2004، وجه كان عنده املاك وكده، راح كاتبها كلها بالزوجة الثانية. تمام. وبعد كده حتى التموين بتاع الحكومة خد ولادي كلهم في البطاقة بتاعته هنا في الجيزة. تمام. مكتب الجيزة مش مخلي لنا حاجة خالص، ولا مخلي للولاد حاجة، وانا اللي بشتغل عليهم. هو مش خد للولاد كمان؟ انت قصدك انه بياخد نصيب الاولاد كمان؟ خد التموين. يعني خدهم على البطاقة وبيصرف هو التموين باسمهم على والدة هي. بيصرف هو باسمهم، بيصرف باسم الولاد. ايوه، في مكتب الجيزة هنا وهو قاعد في المنيب. فهمت. عندك اي اسئلة تانية؟ لا يا ربي يخليك، بس انا كده عيالي اتحرموا من كل حاجة. اعمار ولادك قد ايه تقريبا؟ الكبير انا مجوزاه ومخلف 31 سنة، والبنت عندها 24 سنة، وعندي ولد في الدبلوم، وهو معاه ولد مني برضو متخرج من جامعة عين شمس.
طب ما هم دول متهيألي الكبار دول ما يخرجوش ليه في بطاقة لوحدهم؟ بطاقة التموين. ليه ما يخرجوش يعني ما يعملوش بطاقة لوحدهم؟ يعني المتجوز ده ما عملش اللي بطاقة لنفسه؟ اللي متجوز هيعمل احنا كده هنعمله ان شاء الله. صح كده متهيألي؟ ايوه ويضمكم المتجوز كلكم انتوا. ايوه مش من حقه انه يضمكم كمان انتوا كمان معاه؟ مع مين؟ مع ابنك الكبير؟ ما لا يضم مراته وبنته بس. يضم هو ابني يضم مراته وبنته. خليكي معانا يا مدام سناء. والنبي وانا ولادي ما حليتهمش حاجه خالص، وانا اللي شغاله عليهم والله. ربنا يديك الصحه يا رب. وهو شغال موظف في البحث العلمي كمان. ربنا يديك الصحه يا رب. ومش قادره عليه باي حاجه وعمال خليكي معانا تابعينا. خليني اخد اتصالات، انما هرد على حضرتك وهيرد عليك المستشار ماجد، يعني هنوافيكي باذن الله الاجراء الطبيعي والقانوني اللي المفروض تعملي ايه. بس خليني اخد اتصال الاستاذ سامي. سلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. اتفضل. الو، نورتنا الاول. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الله يخليك يا معالي الباشا، تحياتي للبرنامج بتاعكم الجميل والحاجات اللي هي بتوضح للناس الامور القانونيه. ربنا يبارك فيك. وطي بس التلفزيون واحنا نسمع بعض للصبح. الله يخليك يا معالي الباشا. استاذ حضرتك، انا شاري ارض بعقد مسجل. سامعك، كمل. تمام. الكلام ده بقاله 5 سنين. تمام. والجار طبعا اعلن بالبيع والشراء. الجار هو طبعا بيقول ان انا ليا الحق الشفعه. الجار تمام. فخلط الارض ببعضها، وانا رفعت عليه قضيه خلط حد فاصل بينه وبينه، واخدت قرار تمكين. تمام يا فندم. تمام. قرار التمكين ده في الجهه الامنيه لمحافظه كفر الشيخ، وما زال في تقاعس في تنفيذ القرار. تمام. ايه الحل من وجهه نظر سعادتك؟ تابعني ومن فضلك سيب لنا رقم تليفونك في الكنترول، زمايلنا في الكنترول من فضلكم ناخد بيانات الاستاذ سامي ونرجع نتواصل. نسمع الاول الردين على، يعني احنا اسفين لكل المشاهدين ان احنا بنقطع سياق الموضوع، انما تعودنا دايما المستشار ماجد انه يرد علينا وعلى اسئله كل الناس ايا كان الموضوع ما دام فيه جزء قانوني. لا، هو انا طبعا اروح الاول للاستاذه سناء اللي هو زوجها اخذ هي بصراحه السيده دي اثرت نقطه مهمه قوي. يعني انا هفترض ان اولادها فعلا في مرحله مثلا الحضانه. صح. وان حصل خلافات بينها وبين زوجها، اترتب عليه ان هو خد فعلا بطاقه التموين واصبح بيستغل ليه هو كل المجتمع. محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه للاسف. ففي الحاله دي لو هو مثلا وطلقها وبرضه هو المتحكم في فيما يتعلق بمواضيع بطاقه التموين وكده. صح. فالمتعارف عليه عندنا ان الام ممكن تلجا لقاضي الامور المستعجله بالاستصدار امر بالولايه التعليميه. ده في التعليم؟ في التعليم. طب انت لو قست دي مع دي بقى؟ يعني من حقها انها ترفع. من حقها انها ممكن تستصدر امر. ايوه، باعتبار انها حاضن واولادها موجوده معاها في حضانتها الشرعيه، وبالتالي يحق ليها ان تستصدر الحكم وتقوم بتعديل هذا الموضوع من قبل الجهات المعنيه. وهنا بقى لما تيجي ترفع الدعوه، هترفع الدعوه على جوزها وعلى الجهه المعنيه. بغرض تغيير البطاقه بحيث او مشتملات البيانات الخاصه بالبطاقه دي وانتقالها ليها هي. ودي بصفه مؤقته. ده على فكره ده مش قانون، ولكن احنا بنقول ان دي حاله من حالات الملحه اللي هي فيها نوع من الضرر الحال او الوشيك، واللي هو ممكن بمقتضاه انها تلجا لقاضي الامور المستعجله وتستصدر وتستصدر حكم وامر بده. على فكره الموضوع ده جديد، وفكره يعني الفكره اللي هي اثرتها او المشكله اللي هي اثرتها. صح. يمكن ربما يعني مشاكل ناس كتير احنا مش واخدين بالنا منها. صح. ان فعلا في ناس بسيطه عايشين على حد يعني الكفايه او يعني حد الكفاف زي ما بيقولوا. فالنهارده ممكن تكون البطاقه دي شيء مهم جدا للسيده دي،
اللي هو واخدها الزوج اللي مطلقها، فبالتالي ان هي من حقها انها تلجا للقاضي الامور المستعجله. الله رد عبقري جدا مستشار ماجد صلاح فعلا. حاجه سناء تقريبا من الجيزه كان، يعني ما كنتش غلطان في الاسم، اللي ولادها ابوهم اللي هو طليقها بياخد عنهم السلع التموينيه نسبه لانه الاولاد مضافين للبطاقه عنده، فبيصرف لهم وما بيدهمش ولا هي ولا هم. حل عبقري قانوني جدا من المستشار ماجد بانها من حقها قدام قاضي الامور المستعجله يعني تلجا لمحامي يعمل لها الاجراء ده. ما اظنش انه ياخد غضون شهر تقريبا، اقل من 15 اقل من شهر تقريبا يكون معاه حكم قضائي للتموين باصدار بطاقه تموينيه ليها هي واولادها، وتكون حلت المشكله ويخرجوا من عند ابوهم غصب عنه لانه ما بيدهمش. خليني اخد اتصال الاول. استاذ محمد تقريبا صح؟ مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج محمد عباس من مرسى مطروح حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد واطي التلفزيون. انا اشتريت قطعه ارض. واطي التلفزيون شويه يا عم. مرسى مطروح من واضيع اليد. اتفضل معايا حضرتك؟ اتفضل قول لي. اشتريت قطعه ارض من واضيع اليد، وبعدين مشيت في الاجراءات بتاعه التسجيل زي ما قالوا لي بالظبط. وصلت لحد شهر واحد 2017، دفعت حضرتك بدل ما ادفع 10% والباقي على 20 سنه، فقلت اتجنب الفوائد اللي بتتحط، فدفعت كامل الثمن المطلوب مني وكامل حق الانتفاع. كان حاجه يطلعها ان هو المحافظ اللي كان موجود الفريق الشحات اللي هو كامل حق الانتفاع والعشرة في و100 جنيه لنسخ العقد. تمام. بعد كده للاسف الشديد واقف مستني اخد وانا بتابع ان اخد العقد المسجل، قالوا لي ما فيش تعامل على الارض الفضاء. فالمهم بعد كده نزل قرار من لواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه في البند الثاني بيقول حضرتك المبالغ اللي تم تحصيلها من المواطنين، انا بقراها معلش حضرتك من الموبايل، اعدلها تاني. المبالغ اللي تم تحصيلها من المواطنين يتم بالنسبه هذا اللي كبرها تاني. المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين قبل صدور القانون 144 وتحت جدية التعاقد وتحت الحساب لأي تعاملات قبل 25/7/2017 وقبل التاريخ ده وقبل صدور القانون من أجهزة الدولة يتم نهو تقنينها، وذلك لمصداقية الدولة، لمصداقية الدولة. فبعد إذن حضرتك أنا بعتذر معلش، أملاك محافظة مطروح كانت مخبية هذا القرار وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وفي قرار تاني نازل من لواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، ويا ريت حضرتك أنا بناشدهم يا ريت. بص يا أستاذ محمد، لو يدخلوا بص هو حق الرد مكفول للكل، إنما خليني هطلب منك إنك تسيب بيانات كنترول، وخليني اتابع مع الجهات المعنيه الامر، لانه من حقهم ان هم يردوا، لانه الكلام ده على لسانك، مفيش طرف اخر. فمن حق الطرف الاخر انه يبوح عن اصل الموضوع من وجهه نظره. فخليك من فضلك سيب لنا بس بياناتك في الكنترول، وهم يدوك رقمي، ونتابع مع بعض ونشوف ايه المشكله وايه المتسبب فيها. ارجع للمستشار ماجد. مشاكل كتير، مصر كلها مشاكل. هو ما عندوش مشكلة أصلاً. ما يقنن حاله، حتى لو هم رفضوا إنه يقننوا يلجأ للقضاء أو مجلس الدولة. صح. بتاع البساطة يعني. ده رد مبدئي يعني. ده رد مبدئي. عايز أروح للمشكلة برضو عشان ما أنساش حد من متصليننا ومن ضيوفنا اللي اشترى أرض وحكم التمكين وعنده مشكلة في ال دي إجراءات التنفيذ، دي إجراءات أمنية. دي بقى بتخرج عن نطاق إيدينا كلها، لأن دي بترجع بقى إلى إيه؟ الشرطه اللي هي قايمه بعمليه التنفيذ، هي اللي بتحدد اذا كان في يعني
في اجراءات معينه لازم تتوفر عشان تقدر تنفذ القرار ده. ومتهيألي الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي شهر واحد دي، طبعا احنا عندنا اعياد الاخوه المسيحيين كل سنه وهم طيبين، هم طيبين يا رب، والدوله بتمر بظروف معينه، فيمكن ده يكون عله او سبب لتاجيل الترتيب شويه، خاصه ان في قرار نما الى علمي ولكن ما اعرفش مدى مصداقيته، ان وزير الداخليه ارجى جميع الاحكام اللي هي بتطلب تنفيذها بالقوه الجبريه لحين انتهاء فتره الاعياد بتاع المسيحيين. و امر منطقي لان قوات الشرطه نفسها مش يعني في اولويات تامن مصر، في اولويات تامن مصر، اولوياتها انها تامن شوارع مصر، بس ده مش معناه ان الحكم يعني مش هيتنفذ، لا هيتنفذ هيتنفذ، ده حال الدوله مؤسسه طبعا طبعا طبعا. ارجع لموضوعي، موضوع مشاهديني، موضوع الحلقه، الحرمان من الميراث. تمام، وقفنا عند الحاله الثانيه وقلنا نكمل. طيب احنا قلنا الحاله الثانيه بان هو احد الورثه بيحجب سند يؤكد ملكيه المورث للعقار، يعني انا معايا سند شرعي بيفيد ان انا والدي الله يرحمه مثلا عنده بيت، وانا خبيت السند ده عشان اخواتي ما يعرفوش بيه، فده برضو يعد جريمه من الجرائم المعاقب عليها وفقا للاتصالات، ان انا اخبي سند يفيد اخبي سند للبيت ده ملكيه، يعني خبيت العماره دي عن نور. يعني ما بس هنا مفارقه شويه غريبه، يعني خليني اسالك انا بلسان حال الناس واللي عندهم شكاوي واستفسار في الجزئيه دي. النهارده القاضي حاضر قدامه ورق بيقول انه استاذ ماجد بينكر وجود البيت ومخبي الورق عنه. طب ما انت هتروح هتقول انا مش معايا، هيقول لك ايه القاضي؟ هو شوف، هو اولا هو لابد في الحاله دي ان هو يقوم بعمليه محضر شرطه، ولابد ان يكون المحضر ده مدعم بتحريات اذا امكن ان احنا نعملها، او شهاده شهود. فالنهارده عشان المتهم ينفي عنه الجريمه اللي هو بيسال عنها، لابد ان هو يقدم ما يفيد ان ملكيه العقار ده مثلا مش خاص بوالده، يعني خاص مثلا بيه او خاص باخر. وايا كان خليني اقول انه كان خاص بوالدي مش معايا المستند بتاعه، واعمل ايه؟ زي اخويا مش معايا المستند. في قراءه النهارده اذا كنت انا الحائز للعقار، ده يقيم قرينه بالتبعيه ان انا كمان عندي السند. ما انا بقول ان اخويا كمان ليه الحق في العقار وهو وريث، بس انا مش معايا المستند. انقاذ المستند ده بقى دي مساله بقى ترجع للمحكمه. صح. يعني هي بتستشفها من ظروف وملابسات الدعوه نفسها. زي نيه القتل كده يا ابراهيم بيه. يقول لك هو قاصد يقتل ولا مش قاصد يقتل. صح. فهو بيستشف من وقائع الحال، من شكل الملابسات، الموضوع نفسه كان ايه، وبيستنتج وبينتهي للوضع اللي هو عايز يوصل ليه وفقا لقناعته هو. هل الشخص كان متعمد ولا كما لا؟ صح. انما هي ملابسات. عايز اسالك سؤال تاني، يعني هل نص القانون على انه من حق القاضي انه ينتدب خبير او حد ينزل يشوف ملابسات الدعوه دي؟ في اي دعوه اذا كانت تحقيق القاضي الجنائي يقع عليه دور ايجابي في ان هو ملزم بالسعي للوصول للحقيقه. يعني بخلاف القاضي المدني، القاضي المدني بيوازن ما بين مستنداته وبعضها. فبالتالي اذا تطلب الامر ندب خبير لبيان العقار وهو تحت ايد مين؟ واذا كان متاجر، طب الايجار بيروح لمين؟ لا، لازم يعمل كده وصولا الى غايه الامر في تحقيق الدفوع والدفاع، وصولا عشان يقدر يفصل في الدعوه بطريقه وتتفق وطبيعه العداله القضائيه. فمن حق ان انا اطلب ندب خبير، ومن حق المحكمه من تلقاء نفسها انها تقوم ان تقوم بندب الخبير وتحمل مصاريفه على المدعي على طبعا على المدعي بالحق المدني معروفه. يعني خليني اسالك بقى سؤال، الاطار العملي احنا قلنا تم سريان القانون في 2017. هل في حالات يعني موجوده في ساحات المحاكم ودعاوي وجنح؟ هو انا عندي دعوه متداوله في النقض حاليا دلوقتي. في النقض؟ احنا وصلنا لمرحله النقض. دي كده تعتبر متهيألي يعني انها اول دعوه متعلقه بالقانون ده في قانون تم السريان بيه 2017 والنهارده وصلنا لمرحله النقض. قانون لسه مستحدث. وبعدين بقى مشكله ان حداثه القانون ده خلت انه في تضارب ما بين الاحكام القضائيه وبعضها. بمعنى ان ممكن القاضي مثلا يدين المتهم تأسيسا على ان وجود الحاجه دي معاه تعد امانه وعقد من عقود الامانه، في حين ان المفروض ان اذا كانت عقد من عقود الامانه يبقى في الماده 341 عقوبات. صح.
صح. ولا بد ان وجود في عقد مفترض يؤكد ان الحاجه دي اودعت على سبيل الامانه. ثم ان العقار كعقار ما ينفعش ان يدخل في كنوع من الامانه، ان لابد ان لازم يكون مال مثلا او صح. فاهمني؟ فالعقار ما ينفعش. ففي اتجاهات واختلافات وتضارب بين الاحكام لحداثه القانون، ولكن لما تتدخل محكمه النقد بعد كده وترسي مبادئ وقواعد ثابته متهيألي هيبقى في تصحيح للمسار وهيبقى في اتجاه موحد للمحاكم فيما يتعلق. قصدك النطاق العملي يختلف كتير قوي عن النطاق النظري، لانك بتقابل مشاكل كتير. اصل القانون دايما لازم يكون مطاط شويه، انه بيقابل الحالات اللي مش اكيد هيدرسها كلها. طبعا طبعا اكيد. انما كلمني عن الحاله بتاعت النقد النهارده. يعني النقد يعني انت الحكم ما عجبكش او ما جاش على هواك. الجريمه دي قايمه على اساس ان الوارث الله يرحمه كان حاطط مستندات ملكيته للعقارات بتاعته في بنك، فتم عقد اسمه وبعد كده راح عشان يستلموا المستندات دي من قبل البنك، في بعض الناس امتنعت انها تروح، فالبنك رفض ان هو يسلم جزء من الورثه بالرغم من الحيازه مع البنك، لكن المحكمه اعتبرت ان ده كده نوع من الحجب المستند وادانت. ادانت تاسيسا كام بقى متهم؟ ادانت موريس. ادانت خمس متهم من اصل كام وريث؟ من اصل حوالي تسعة. الأربعة رفعوا عليهم المنحة؟ لا اثنين بس اللي رفعوا وخدوا ضد خمسة أحكام، ولكن المحكمة لما جت أسست هذا الموضوع والخمسة تم تأييد الحكم عليهم ست شهور؟ أيوة فندم، خدوا خمس ست شهور تأسيسا على إن في إنذار توجه من قبل المجنع المدعين بالحق المدني في تحديد يوم وميعاد يجوا في البنك وهم تخلفوا عن الحضور. ولكن إن إحنا لما جينا نقضنا الحكم ده قلنا ان الاحكام الجنائيه لابد ان هي تبنى على دليل قاطع لا يتطرق اليه الشك او الاحتمال، وبالتالي وجود الانذار ده مش دليل قاطع على ان المستندات او مرجعيه عدم تسليم المستندات سببها عدم وجود المتهمين. افرض النهارده هم حضروا وكان السبب اجرائي عدم استكمال الشكل، فكان المفترض ان يكون من ضمن اوراق الادانه افاده من قبل البنك تفيد ان هو امتنع نتيجه الشرط. ان ده مجاش. وده ما جاش. اما ان المحكمه تستنتج فهذا الاستنتاج قد يتطرق اليه الخطا، وقد دي رؤيه القضاء اللي كامل الحق ما اللي يحكم في ده، هو يحكم في ده واحنا نطعم من حقك انك تطعم برضه. انما ان اللي عايز اوصل له نتيجه انه الحالات تم البت فيها، وانه يعني ده برضه جزء من يسر في القانون المصري، انه حاله قانون يسري 2017. لا يا فندم، اليسر ده فيما يتعلق في المسائل المدنيه او المسائل الشرعيه في نطاق معين. اما النهارده لما اجي ادين متهم واحبسه وتقول لي يسر، لا النهارده لابد. لا خليني اكلم معلش. النهارده في ادانه عندك لمتهم، انما في تبرئه لمتهمين كتير. طبعا اكيد. يعني احنا مش هناخد حالات فرديه، انما ده يسر قصدي في التقاضي، لانه كان في دايما شكاوي عندنا القاضي حباله طويله، كلمه دايما ما بتفرقش. القاضي الجنائي لا، القاضي الجنائي سريع شويه. القاضي الجنائي يختلف الامر شويه. طبعا سريع في الاجراءات. الدنيا شويه بتبقى اسرع. طبعا بتبقى اسرع شويه. انما تحديد الجلسات لجنح حرمان الميراث بيكون في خلال قد ايه؟ هو طبعا هو لو اترفعت عليه الجنح المباشره بتحدد لها جلسه خلال شهر. خلال شهر؟ والقاضي ممكن يفصل فيها في نفس اللحظه او يديها اجل كمان، يعني في جلستين بالكثير. في جلستين واستئنافها؟ استئناف طبعا، استئناف خلال 10 ايام او خلال الفتره اللي يتم فيها القبض على المتهم ويقدم بقى دليل العذر والكلام ده، وعلى حسب طبيعه بقى وشطاره المدعى بالحق المدني ان هو يجيب المتهم، يعني انه يحضر المتهم. بس حضوره هنا مش الزامي، يحمله على طبعا حضوره هنا مش الزامي، ولكن انا تلاحظ ليا في الدعوه دي ان المحكمه طلبت المتهمين بشخصهم بالحضور في الجنح المباشر. فطبعا لابد من الناس امتثلت وجات. اذا طلع للمحكمه اذا طلع للمحكمه حضور المتهم بشخص في الجنح المباشره فلابد ان هو يجي. وده الزامي في القانون؟ الزامي. الزامي من حق المحكمه يعني تاجل لجلسه وتطلب حضور من حقها. فحضرتهم وحبستهم. وتم تأييد الحكم عليهم. الكلام ده كل الدعوه بوشيرت يعني وتم مباشرتها في خلال قد ايه؟ والله شوف، هو الدعوه خدت على حسب الورقه، ان الدعوه دي جات لي في النقد يعني. ثلاث جلسات. انا لاحظت ان اول مره
كان في اتفقوا تقريبا مثبت في محضر الجلسه ان هو اجل التصالح. فالاجل اللي بعدين ما تصالحوش، فالمحامي ابتدى يترافع فطلب القاضي حضور المتهمين بنفسهم فاجل لحضورهم، فجابهم وجيت رافع فراح معيد الحكم وحبس. واول جلسه اخذت جلسه واحده اول درجه. في اول درجه اعطى حكم على طول بست غيابي او حضوري. لا كان حضوري يا فندم، كان حضوري، حضوري توكيل. انما هذا القانون هو بشرى للمصريين. هو بشرى ونقمه برضه، خلي بالك، لان هو المحامين دلوقتي ابتدوا يتباروا في رفع الجنح المباشره المتعلقه بالحرمان من الميراث. الحرمان ميراث. خليني ارجع لك للجزئيه دي، السلبيات والايجابيات. خليني اخد الاستاذه مها من الجيزه. مساء الخير. مساء الخير استاذه مها. مساء النور. اتفضلي يا فندم. مساء النور. بقول لحضرتك كنت عايزه اسال الاستاذ، بحيث ان انا عندي مشكله في التامينات بقالي 15 سنه. اتفضلي. متوفي من 2005، وكان المفروض ان انا ليا معاش تامينات خاصه، كان عنده مكتب دعايه واعلان مؤمن عليه. انا لغايه دلوقتي، لغايه وقتنا هذا، ما قبضتش ولا جنيه من التامينات، وده معطل لي معاش ابويا. طب وانت ما قبضتيش ليه؟ مش عارفه، التامينات تقول لي هات لنا ميد في البحيره، انا معاش ابويا في البحيره. رحت معاش ابويا تعمل اوراق وقال لك لا، هات لنا ما يفيد ان انت مالكيش معاش في الجيزه، في باب اللوق. طب وما جبتيش ليه ما يفيد؟ معاشات الخاصه. كل ما اروح لهم عشان اصرف، المشكله ان انا كل ما اروح اصرف يقولوا لي هات الزوجات اللي موجودين. هو طلع عنده زوجات غيري. طيب بعد ما توفى في زوجات مسجله غيري. تمام. كل ما اجي اجيبهم هم ما يعرفهمش، انا ما اعرفهمش. في حاجه اسمها في كشف في السجل المدني. في السجل المدني كشف بيان عيله، يعني كشف عيله. طلعت في الزوجه بيان قيد عائلي. يعني جبت قيد عائلي بس. طيب. برضو مش معترفين في مش معترفين في المعاشات. هي المعاشات مشكلتها معايا في المعاشات. طب انا جنبوني جلبوا اللي هما ليهم حقوق. خليكي من فضلك اسمحك مدمها، سيب لنا رقم تليفونك في الكنترول وخليني اتابع مع حضرتك. انا صح فين؟ عشان انا من عناية يا فندم. 15 سنه من عناية يا فندم. حاضر، تحت امرك. مستشار ماجد، وقفنا عند ما بينها، يعني هي جزء في بشرة وجزء في، يعني مش عايز اقول نقمة، انما سلبيات وايجابيات. يعني كتير جدا من المحامين ابتدوا يرفعوا الجنحة دي، الجنحة المباشرة، كنوع من الضغط على الخصوم في الميراث، في تنفيذ الامور، يرضوا بوضع معين. لان النهارده الواقعة دي مفترض، او الواقعة الإجرامية دي المفترض تكون غير متوافرة الأرقام، اذا كنا افترض خلاف معين على عملية التقسيم. يعني انا النهارده ممكن يكون السند تحت ايديا وانا مختلف معاك انك انت ده نصيبك الشرعي، صح؟ ففي الحاله دي انا لا اعاقب بهذه الجريمه الا اذا ثبت للمحكمه. هي ملابسات كتير جدا. هناك عند، صح؟ عند وعمد، تعمد. تعمد. صح. متجه لوقوع الجريمه على النحو اللي رسمه المشرع في مظبوط في الماده العقابيه. كلام مظبوط. هنتكلم في سلبيات القانون وايجابياته اكتر واكتر، وحالات كتير جات لنا في حلقه جايه. بوعد كل المشاهدين بان احنا موجودين معاكم من هنا وجاي باذن الله. تابعونا، مش هنسيب كل الحالات. كل الناس اللي اتصلوا بينا بنوعدهم باذن الله بالرد على كل شكواتهم واتصالاتهم، واحنا معاكم. رجعنا تاني في دفتر احوال نراجع مع الناس كل المشاكل، كل الاستفسارات. معايا ومعاكم اعمده قانون في مصر، منهم ضيفي اللي بشكره جدا في نهايه اللقاء، مستشار ماجد صلاح. سعدنا بلقائك ومعلوماتك القيمه. بشكر كل ضيوفي، واقول لكم تابعونا على الفيسبوك على صفحه دفتر احوال بالعربي، على الفيسبوك دفتر احوال بالعربي، هي الكتابه بتاعتها دفتر احوال. كل الاسئله اللي عايزين تسالوها اسالوها على الصفحه، هتلاقوا ردود جاهزه في نفس الوقت اذا كانت الحاله تستدعي استشاره فقط. ما خلاف ذلك بيتم التواصل معانا بإذن الله. بنرجع لكم، مستنيينكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من دفتر أحوال. تابعونا، مستنيينكم. مساء الخير عليكم.